أنا أعمل في مجال تقنية المعلومات بوظيفة مبرمج في كتابة البرامج المحاسبية. يقول صاحب العمل وكفيلي طلب مني أن أعمل في إحدى البنوك أو في أحد البنوك وتقديم الدعم الفني لهذا البنك، هل يجوز لي أن أعمل في هذا المجال؟ لا، البنك بيت ربا، ولا تخدمه ولا تشتغل في خدمة البنك. نعم.